المدرسي باقي شويه معطل بزاف، كاين بحال من ناحيه ديال لونتروتيان ديال السيارات اللي كيديو الاطفال، باقي كيمشيو الدراري شويه مكرفسين، كتشوف الاكتضاض في سميتو في الترونسبور، وهذا كيقدر كيسبب بزاف المشاكل. من حتى الدراري ما كي حتى ديك الناحيه بانه يسع الدراسه كيلقى مشاكل. وهاد القضيه ديال الفلوس ديال المدارس خاصه ولا بينو وبينك، ولا غير انسان كما كنقولوا حنا كيبغي يفتخر، انا كنقري ولدي في هاد المدرسه انا ولي، وهذا الشيء بزاف حتى الثمن اللي ولا تيتقراو بهم دابا الدراري الصغار، ولا البريمير ولا الكوليج ولا الثانوي، داك الثمن زعما الله يكون في العون الوالدين، زعما الله يكون في العون. وراك عارف خاصة هاد السنين الأخرى بزاف الله يكون في العون. إلا كنتي قريب، إلا كنتي بعيدة 400 درهم ولا 600 درهم، واللي كان 200 درهم ولا 300 درهم 400 درهم، وكيهزو أكثر. كان التلاميذ اللي كيمشيو واقفين في الترونسبور، كيمشيو حتى أنا كنشوفهم لحد الآن، هذا العام هذا ما شفت والو، مي العام اللي فات كنت نشوفهم كيهزو بزاف ديال لي زيكول بريفي كيعمروا بزاف، حتى كاينين كاع شي مدارس عندهم شي ترونسبور كنظن محال واش يكون داز فشي لا فيزيت، على انه باش يكون ديال المدرسه ماشي ديال المؤسسه. كنتمنى من اللجان بعدا باش يشوفوا هاد اللجان اللي كيتكلفوا بهذا الشيء ديال النقل، ولا شي واحد ديال وزاره النقل، انهم يشوفوا الترونسبور كان راه ما عندهمش لي كونديسيون هما هذوك. لا صعيبه، حنا معاه، حتى هو راه مواطن بحالنا بحاله، حتى هو مسكين هو كلاصا، حتى هو غير اجير بحالنا بحاله. كنطلبوا من الله تعالى كنقول هاد الحكومه تشوف من حالنا. كيبان لي اخويا شي ترونسبور عامرين بالدراري كيهزوا اكثر من القياس، وهذا الشيء ماشي معقول، حيت يعني واحد ترونسبور عنده واحد القدر 12 واحد هو كيهز 20، ولا وقع شي اكسيدون الله يحفظ هذا الشيء. راه انا كيبان ليا هاد الناس مساكن اللي كيخدموا هاد الترونسبور، هادوك الشافر كاع ما كيفكروا فيهم مساكن، كيخدموا وكيضربوا تماره وما كيهزونا في الخلصه لا والو، راه حرام عليهم صراحه. كاين ناس مساكن كيخدموا من 9 الصباح حتى 6 العشيه، وعندهم عائله، عندهم عائله فيها 4 الناس 5 الناس، خصو حتى هو مسكين حتى هو عنده عائله تبعه، واخا هو كيدي الدراري وداك الشيء، فكروا فيهم حتى هما دوك الشوفر مساكن. وحاجه اخرى راه بزاف، بقاو الترونسبور كيدي 10 عنده الحق يدي 10، كيدي 20، راه حشومه. النقل المدرسي راه واضح للعموم، كلشي كيشوف، حيت فاش كتشوف واحد الكار ولا الطوبيس يعني كتاسف لدوك الوليدات، اوكي كتاسف لدوك الوليدات، لان كتلقى واحد الزحمه شي على شي. هذاك الدري كيفاش غيمشي مرتاح لدارو؟ كيفاش غيدخل مرتاح للقسم من بعد ما غيدوز واحد 20 دقيقه ولا نص ساعه ديال دور هز هذا وهز هذا وهز هذا؟ الدري راه ما غيستافد والو، حيت الدري كينوض جا العصر اللي كنعيشو، كينوض بواحد الطريقه ديال الخلعه، اوكي مو ما عندهاش الوقت باش توجدو. با كذلك الله يحسن العون، كل كيجري كل شاط الطريق، شكون اللي كياكل لاصا؟ كياكلوا ذاك الوليد، بحيث انت كتنزلو باش غيشد الترونسبور وهو باقي ما فايقش بحداك، اوكي كتنزلو كيطلع ذاك الترونسبور مسكين الدري ضيخ. والزياده عامه حنا كنعيشوا هذه الزيادات هذه في جميع المواد، لا الاساسيه ولا غير الاساسيه. وخصك تفكر عاوتاني لذاك الموظف ديال هاد الناس هادو، داك السيد داك الشيفور، حتى هو خصك تهز ليه الهم، لان ما عندوش واحد المدخل اخر، اوكي. وهذا الشيء اللي كيعطيوه يعني كيبان لي انا قليل، شيفور يخدم 2000 درهم ولا 3000 درهم راه ما ندير ليه والو، الا كانت عنده عائله وعنده مصاريف وعنده الكرا، لان الاغلبيه دابا الكرا اللي ما عندوش الكرا عنده الطريطه، يعني غيشد واحد 1500 يعطي 1500 درهم في الدار، 1500 ما غدير ليه والو اخويا. كاينه واحد ما غاديش نقول لك 100%، ولكن واحد 60 ولا 70% ديال لافيراي هز ودي لافيراي، لان ما يمكنش انت تكبر وليدات ديال المستقبل في هذاك الترونسبور بحال هكا. مصاخ والجاج ما كاينش، ولا مرات كيكونوا دايرين ذاك الكونتر بلاكي فهمتي، بحال هازين البهايم. يعني كاينين شي حوايج اللي كيضروا البلاد زينه، ولكن خصهم يدقعدوا، خصهم يخدموا ويتعاونوا مع البوفري.